سنوات طويلة والعراقيون يتذمرون من واقعهم السياسي والأمني والاقتصادي، يتظاهرون، يعتصمون، يعترضون وينشطون متوعدين على صفحات التواصل الاجتماعي بالويل والثبور لمن انتخبوهم على أساس وعود أخلفوا في تحقيقها. والآن اقتربت ساعة تذكير النواب بما أخلفوا به بعد أن دخلت كرة الانتخابات ملعب الناخبين، الملعب الذي يستطيعون فيه مسح ما اقترفت أياديهم وتسليم مصيرهم لمن ليسوا أهلا له كما يقولون. المرشح يدق بابنا للانتخابات وبعدين بس يقعد على الكرسي، بعد ها هي نسى من وراء من انتخبه. الشعب العراقي من الشمال للجنوب عرف دولة ايش امه، فانا انصحهم نصيحه بان يبتعدون عن الانتخابات الحاليه. لازم نقول للشعب العراقي يتجه للصناديق، لازم يغير هاي الوجوه، لان يعني تعبنا من كل شيء. الحماسة للتغيير التي تأخذ البعض لا يتوقع لها مراقبون أن تستمر، أو على الأقل أن تكون فاعلة في مواجهة أحزاب سياسية برعت في صناعة الأزمات واستغلالها طائفيا وركوب موجة الأزمات الحقيقية، مستغلة بذلك جمهورا عريضا أثبتت التجارب السابقة إن الخدعة تنطلي عليه حتى ولو لأكثر من مرة. الناخب بدأ يشعر بأنه العملية الانتخابية لم تقدم له شيئا، ومشكلة ناخبنا يعبر عن احتجاجه بالعزوف وليس بالمشاركة للتغيير. هذه الفئة أي المقاطعون الذين يريدون التغيير يلقي عليهم اللوم أقرانهم ببقاء الأوضاع على ما هي عليه. رغم كل ما يقال عن صعوبة إزاحة الوجوه الموجودة أو على الأقل تقديم أخرى جديدة، يبقى الإصرار واضحا على التغيير من قبل جيل جديد فهم أساليب السياسة ودروبها. ماجد عبد القادر، الحدث، بغداد.